Kimisi belli salatü selamları okuyor. Normal. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed olduğu gibi efendim İbni Beşiş veya Meşiş'in ikisini de söylüyorlar. O çok hoşuma gider benim. O salatü selam çok cami. Çok içten. Belki de içtenliği esasen onun zat-ı uluhiyet karşısında kemal-i tazimi, saygısı filan. Öyle ruhlarda büyük tesir icra ediyor. İlle okurken onu okumayı düşünürüm şahsen efendim. Zaten çok rahat ezberlenebilecek bir şey. Ezberlenir, okur insan onu Allah'ın izni inayetiyle. Es-salatul meşişiyye li Abdüsselam ibn Meşiş kaddesallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بأزهار جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحدية وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين